VIP سبورت انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه فهم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 او على 3w.lhayat.fm برنامج في بي سبور كالعاده كما تعودتوا به يجيكم كل نهار السبت في نفس التوقيت. ضيوفي اليوم في المجال الرياضي في مختلف الاصناف. اليوم اخترنا رياضه ممكن البعض ما عندوش غرام بها وتعتبر رياضه غير شعبيه مثل كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة اللي نعرفوها، يعني رياضة شعبية أو بقية الرياضات الأخرى، هي رياضة الرجبي بولاية القيروان. باش نحكيو على الجمعية النسائية للرجبي اللي تم انعقاد جلستها الانتخابية منذ أسبوعين، أكثر تفاصيل إن شاء الله باش تكتشفوها تباعا في الحساء. قبل هذا نخرجوا فاصل غذائي ثم نعود للبلاتو. VIP سبورت انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه فهم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. في البدايه نرحبوا بضيوفي في الحصه اليوم، المدرب الجمعيه النسائي للرجبي بالقيروان السيد عادل حمدي، مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا. كذلك اللاعبه عبير الظاهري، مرحبا بك. عسلامة، مرحبا. واللاعبه والمدربه فاطمه دري، مرحبا. مرحبا، مرحبا بكم. مرحبا بضيوفي مرة أخرى في في بي سبور. اليوم اخترنا لعبة رياضة الرجبي، فرصة اليوم باش الناس الكل تكتشف هالرياضة هذه بولاية القيروانيين. عام في ولاية القيروان عنا رياضة الرجبي. سي عادل، رياضة الرجبي أكيد برشا عباد ما عندهمش فكرة عليها، اللي هي معروفة برشا وبرشا ما يعرفوش اللي فما جمعية لهنا موجودة في القيروان اللي هي رياضة الرجبي. مرحبا بك ساعة، وتحية للمستمعيك الأفاضل ولكل فريق العمل في حياة فهم. بالنسبة ما نشاطركش بالضبط الفكرة اللي عند الناس على رياضة الرجبي، خاصة قدماء معهد رقادة اللي هي النشأة الأولى لرياضة الرجبي. اللي جاب لنا رياضة الرجبي القرآن هو أستاذنا الفاضل الله يذكره بالخير سي خالد القلال، هو اللي علمنا وانطلقنا من غادي مع لسامتي كام عمل جمعية التبغ بالقيروان اللي أنا كنت لاعب فيها، وانطلقت من غادي للي كبرنا ولينا مدربين وتغرمنا وغرمنا صغيرات ولباس. النشأة متاع اتحاد المرأة للجمعية الساعة للتصحيح للإعلام هي جمعية اتحاد المرأة للرجبي بالقيروان، تنشط منذ الموسم الرياضي 2009-2010. مروا عبرها أجيال معناها عدد محترم جدا، غذت الفريق الوطني بلاعبات ممتازات. كيف تعاملنا مع جمعيات الجوار، عطينا معناها مشو من عندنا لاعبات لظروف معينة، لعبوا معنا بعض اللاعبات من جمعيات اخرى، ذي في يعني في اطار تبادل اللاعبات معناها في ظروف معينه، معناها موجوده في الرياضه الكل. نعرفش تحب تعرف نحكي لك على خصوصيات اللعبه على ان شاء الله بعد ندخلوا اكثر في التفاصيل. سي عادل، بالنسبه لفاتنا اكيد مدربه وكذلك لعبه، قبل ما ندخل اكثر في التفاصيل في التدريب وكلعبه، تعريف موجز فاتنا الدوري، ايش تعمل في الدنيا، اختصاصك شنو؟ فاتن الدرعي هي متخرجة من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد. توا نعمل رجبي بطبيعتها سبيسياليتي متاعي من قبل في اتحاد المرأة بالقيروان، وما زلت ننشط كجوار مع الفريق القومي مع رجبي كانز، يعني مش رجبي سيت، وان شاء الله نكملوا مع بعض ب 15 لاعب. بعد ان شاء الله ندخلوا اكثر في التفاصيل. كذلك لعبه عبير الظاهري، شنو السبيسياليتي نتاعك، قداش عندك تترينا في اللعبه؟ باهي، انا عبير الظاهري، عندي 8 سنين نلعب في الرجبي، وتحديدا عندي 6 سنين مع القروان والباقي توا نكور مع القصيبه. سينا نقرا رابعه أدب وكهو ولعبة في المنتخب الوطني. شاركت في شاركت في الألعاب الأولمبية 2018. إن شاء الله ندخل أكثر تفاصيل. سعادة، هل الجمعية هذه قديش أسست؟
تأسست في 2009. 2009 يعني بريسك تو عندكم 12 سنة بتدخلوا في 13 سنة. في 13 سنة ذوما شنو أهم الإنجازات اللي عملتوها؟ تجربتي مع اتحاد المرأة للرجبي بالقيروان بدت من 2010. يعني لهنا نحب نقول اللي فات إن هي من أول اللاعبات، من أول اللاعبات اللي يبدأوا معايا معنا في المسيرة الرياضية. أول ما بدينا مع بعضنا بالخطوة الأولى. أهم الإنجازات عندي حوالي 15 تتويج في مختلف الأصناف العمرية. نتذكر اللي فيهم 2013 هزينا الثنائي كأس والبطولة، وتوجنا أنا ذاك من وزارة الإشراف وزارة الشباب والرياضة في عهد ستار قضيب بذكره بالخير، وغذينا المنتخب الوطني بمجموعة لا بأس بها من اللاعبات. في 2014 شرف كبير النشاط الجمعية اللي هي كان ما ذكرناش هي تنشط في الباطن. الباطن هي منطقة صغيرة جغرافيا، لكن أنا نعرف عشت في الباطن دوبوي 2002 وأنا نخدم أستاذ تربية بدنية، نعرف اللي هي منطقة غنية جدا وثرية جدا وكبيرة برشا بالرصيد البشري اللي عندها، ثروات هائلة برشا في الباطن. اللي دعم كلامي واللي أكد كلامي أنه في 2014 في الألعاب الأولمبية 2014 عندي ثلاثة فتيات شاركوا في الألعاب الأولمبية في نانجين في الصين، اللي منهم الأنسة فاتن أول لعبة هي وسمير الظاهري، لعبة ممتازة هي ودرصاف الذويبي، فاتن الدرعي، سمير الظاهري، درصاف الذويبي، هذوما كانوا ثلاثة لاعبات في صفوف المنتخب الوطني في الألعاب الأولمبية 2014. درصاف الذويبي خرجت الكابيتان ديكيب من مجموعة 12 بنية، ثلاثة بنات من بقعة صغيرة كيف من الباطن ويترينوا في ظروف معناها تو نحكوا فيها. يعني أنا بالنسبة لنا شرف كبير وإنجازات كبيرة. في 2018 كيف دوموزيل عبير مشات للألعاب الأولمبية في الأرجنتين، هي واللعبة البطلة أنا نقول عليها ما شاء الله عليهم الزوز، جيهان الفطناسي شاركوا في الألعاب الأولمبية. يعني حسب صعوبة اللعبة وعدم ثم فيها برشا نقائص هي اللي تخلي تعمل لي أنا إنيبيسيون، تخلي الناس ما تجيش بالكثافة المرجوة اللي أنا رسمها في مخي، ما يجينيش يعني حتى في السيليكسيون في الاختيار متاع اللاعبات اللي يكونوا هم اللي باش يكونوا أنجع على الملعب، ما أنا محروم من الاختيار. علاش من الاختيار؟ تولي نجي نشوف أنا حاجتي ب 20 بنية اللي جوني هذوك هم نقبلهم، كان لقيتهم أنا. بون توا هاني ولا تخرجت شوية توا للضوء شوية باش لحق مظلومين برشا في الإعلام، مش لخاطر في منبر إعلامي، يعني الرجبي بصفة عامة في تونس مازال ناقص شوية إعلام سلطة لي الضوء. توا قاعدين ثم توجه كبير من الدولة، ديجا مؤخرا كنت في الفيدراسيون أنا وعملنا ريونيون في الغرض هذايا، ومش ما يعني باش على المستوى الإعلامي إن شاء الله باش يتطور الرجبي إن شاء الله. واضح. فاتن كلعبة يعني الجمعية النسائية للرجبي كما قال السي عادل، انت في يعني بحسب العمر نتاعك انت يعني مدربه كذلك لعبه، كيفاش تم الاختيار او انت الفكره من اللعبه طول مشيت المدربه او ميم طون يعني في فتره زمنيه كنت نجي تعمل كارير كبير بعد تخمم في خطه مدرب؟ والله هو غرام اول حاجه، رجبي غرام اللي انا نقرا سنه سابعه، كيف الناس الكل تغرمت بها الحكايه ولعبتها وشخت بها وعلى الاخر معناها مشيت ليكيب ناسيونال، زدت حبيتها اكثر وبديت نقسم يعني في بروجرام كيفاش نعمل شنو باش نجم نعمل بالضبط. كملت قرايتي باك ليتر، بعد الباك ليتر توجهت ديريكت سبور في المعهد العالي بقصر سعيد. بيحكينا على 2014 كانت مغامرة باهية برشا معناها. خدمت مع سي محمد الهادي هو المدرب نتاعنا، كنا حسب ما نتفكر 30 طفلة ومن بعد نقصوا منا ولو عورينا 20، في الاخر بالكل تحصلنا على 13 طفلة اللي هو نحن ثلاثة فيهم، نحن ثلاثة والباقي من ولايات اخرين معناها. مشينا لعبنا في الصين
وهي المشاركة باهية على الاخر، ما مربحناش يعني، ما كانت مشاركة على الاخر باهية وتجربة مزيانة على الاخر، هي اللي فادتني برشا في حياتي وخلتني انا نكبش في الركبي ونكمل فيه مستقبلي معناها ورا فيه في كل شيء. وان شاء الله ان شاء الله يا ربي اتحاد المرأة تولي ترجع كما كانت وخير من قبل برشا خدمة، وزدت تتشهر شوية في القرون خاطر منسية كومبليتمون، فماش ركبي ما يعرفوش، فما برشا عبيد ما يعرفوش فما ركبي. ان شاء الله بالخدمة وكل شيء تتحسن الامور وتحسن كل شيء. يعني خلينا نقوله من المفارقات، يعني انت تلعب في فريق مش متابع ولاية القيروان، المستمعين ولا اللي يتابعوا فينا يقول لك يعني اللعبة هذه اصيلة ولاية القيروان تلعب في فريق اخر، نحبه نحن نبينوا لهم انه في القروان ما فماش ظروف ملائمه باش تكون فمعنا الجمعيات هذيك، علاش يتلزوا اللعبات نتاعنا يمشوا لفرق اخرى. صحيح. هو ديجا انا تو كنت نكور مع الحريريه ايكيب بزده باهيه، ظروفنا نحن تعبه شويه معناها، لا فما تيران لا فما اسباس خاص بينا نحن لا فما حتى حاجه يعني خاصه بينا، تتلزق بالسيف عليك انك باش تمشي تخرج ولا تخمم انك باش تمشي لاي جمعيه اخرى في ظروف خير وتخدم خير. عبير اكيد 2018 ذكر حلوه برشا، شنو هي الحاجات اللي قعدت لك من 2018 والمشاركات اللي شاركتهم وخرجت خارج تونس، شنو الحاجات اللي زادت لك؟ والله هي 2018 تسمى السفرة الثانية في حياتي معناها، وتجربة محلاة على الاخر، انسان معناها كان يحلم انه مش يطلع في طيارة ويمشي يشوف بلاد اخرى معناها، مشيت وشفت الحمد لله يا ربي، ولعبت معناها ضد كيبات كبار ومعروفة في الرجبي، بلقري الريزلتا ما كانتش باهية برشا، اما محلاها كمان تجربة مزيانة على الاخر وتفيدك في حياتك معناها كهو. قداش عندك من عام تترينا في الرياضة هذه؟ 8 سنين. 8 سنين وأكيد في المنتخب الوطني التونسي. أي عندي 4 سنين منتخب التونسي. آخر مشاركة وقتاش؟ آخر مشاركة كوب دافريك 2019. أي سعاد، المنتخب التونسي نلقاو في الرياضات الكل، خلينا نقوله كرة قدم كرة يد كرة سلة ديما القروان ولادة، علاش ديما لهنا في القروان نلقاو معناها نطلعوا أجيال وأجيال ونطلعوا يعني مواهب كبيرة، شنو الحاجة اللي توقصنا لهنا باش نحن لهنا نلقاو الظروف الملائمة، الأمور اللوجستية، توفير الملاعب، المناخ باش نجم نزيدوا نصدروا أكثر، شنو العوائق؟ بارك الله فيك على السؤال. هي العوائق في العائلة الرياضية، كي نحكي على العائلة الرياضية نحكي على السبور الكل، يعني كي نقولوا شنو هما العوائق، الناس الكل تعرفهم العوائق، عوائق عندنا عوائق مادية، عوائق لوجستية، عوائق نتاع الانفراستركتور نتاع الملاعب نتاع عوائق، حتى من عوائق اجتماعية يلزمنا انا كمدرب، يلزمني انا من يعني الدور الاعلامي ماهوش ما ينجمش يكون عندي معنا. انا نعطيك مثال على تأكيد لكلامك وفي الاطار هذا بالذات في الجلسة العامة الانتخابية الاخرانية اللي مش نحكوا فيها ان شاء الله، يعني باش نجيب انا انسان كفء يخدم الرياضه هذه ويخدم الجهه في الاخر معناها هو سي تام بينيفول عمل تطوعي رئيس جمعيه ولا المدير الكل، جبته باربيك حبيت نعرفه انا فاش قاعد نعمل خاطر نخدم ما سامع بيه حتى حد، اظن بين العوائق وقت دخل البيرو شاف لي تيتر معناها لي بالماريس كلهم موجودين، تفاجئ قال لي سعاد تخدم في الظلام تخدم ما سامع بيك حتى حد، قلت له انا كيسكو جو دو فير، انا اللي علي عملته وزياده، انا جبت تيتروات خرجت كبنات يعني مع الفريق الوطني، خرجت استاذات بفضل ربي سبحانه والخدمه معناها والانضباط، كيسكو جو دو فير اكثر من هاك، انا معناها كفني شنو نجم نعمل اكثر من هاك، يعني الظروف بكلها انا قاعدين خطوه خطوه نحبوا نحسنوا كما مش نحكوا على الجلسه العامه الانتخابيه، السيد رئيس البلديه يعطينا دي بروميس مشكور جدا حضر معنا، انا وليت نتمنى انه المسؤول يحضر معايا فقط يجا افهمني انا فش قاعد نعمل، والدور نتاع الرياضه نجمو نحكوا فيه معناها كان الاطار يسمح الدور نتاع الرياضه يعني باش بعد صغيراتنا الكل كسوا بنات والولاد يبعدنا من المستنقعات نتاع الحوايج الخايبه الكل معناها، يعني ما ينجموش يختلفوا زوز في الدور الرياضي، تشوف تحكي مع بنيه تو كيما كنت تسمع في دوموازيل عبير ولا دوموازيل فاتن وتقول لك انا عندي تجربه ومشيت وكان حلمي نركب في الطياره وكذا، عندها حلم
تونتوندي الكلام اللي نحن عامة الناس ما تفيقش بيه. قالت لك انا كان عندي حلم ربما نركب في الطياره. ثم ناس اخرى لو كان ما جاتش في الرياضه يقول لك حلمه باش يمشي من شنو عارف شنو يعمل. نعرفوا الناس كل شنو الاوساط اللي ممكن تستقطب صغيرات في اللاج نتاع الادوليسونس ولا اقل ولا اكبر باش يمشوا في الحوايج مش باين. انا بالنسبه لي نحن رغم ما في الواقع من تجليات للرداءة والتقصير نتاع المسؤولين والكذا، احنا رانا ما نجمو كانوا نشدوا صحيح وما نطلعوا كان ناس يشدوا صحيح. ناس احنا نخدموا على الاراده ونخدموا على الشخصيه. عبير انا صحيح ضمنتها، مش ضمنتها انا ابريتو انا قداش مازال لي في كاريري، ضمنت ان هي مش تهز الرساله كما انا. عندنا شكون باش نحكي لو في الاطار هذايا نحكي على جمعيه في الباطن، راني ما نجمش نتعدى من غير ما نذكر يعني قامه من القامات وعرصه من العرصات الكبار في الباطن، سي محمود السبري استاذي وخويا الله يرحمه وتوفى معناه. يعني هو خلى الرساله والرياضيين الكل يكملوا الرساله نتاعو. سعاد، مخرجات الجلسه العامه الانتخابيه اللي صارت، يعني شني ابرز النقاط اللي خرجتوا منها؟ ابرز النقاط اللي خرجنا منها، انا ممكن قبل ما نحكي على النقاط اللي خرجنا منها نحكي على النقاط اللي انا رسمتهم، الاهداف اللي انا رسمت. شنو الاوبجيكتيف؟ الجلسات العامه عاده هي يعني تكون بروتوكول، هاي الهيئه القديمه الهيئه الجديده ما كذا، يعطيكم الصحه وبتبادل تهاني ومشروبات وسلام بالعافيه. نو انا كان الهدف الحقيقه معناها سبونتاني على الاخر، تلقائي على الاخر. فكرت هكا شوي قلت نعمل نلم قيدومات الفريق اللي هم معناش تسمى جمعيه فتيه كمان، مازالوا يعني الناس اللي اول مره حلوا عينيهم في اول مره يلمسوا كره ريغبي وكذا، هذوكم اللي راهم البنيات اللي جبتهم انا الجلسه العامه اللي هم بنات البروموسيون اللي تدربوا مع فاتن. ثم بنيات عرسوا، بنيات كذا، بنيات خرجوا لبرا، بنيات كذا، لمين القيدومات؟ ما هو فاتن بقات في السبور، ثم بنيات ما بقاوش في السبور. ثم اللي عرست، ثم اللي بطلت، ثم اللي كذا، كانت كورونا توقفنا عام معنا اكثر من موسم على النشاط، ظروف معينه تنحكوا فيها ربما الصعوبات وكل. لميت قيدومات الفريق باش يجوا يشوفوهم البنيات الصغيرات والمسؤولين ورجالات الباطن مشكورين اللي حضروا الكل وعلى المستوى الجهوي والمستوى المحلي في منطقه الباطن. وتفاجات الناس الكل ان هذا من بين النقاط اللي نخرج بهم. قبل ما نخرج انا بالنقاط خلي الناس تفهم شنو هي الجمعيه هذه؟ شنو بناتي تانو ركبي هاي جاتهم كار روحوا مهزول ساعات يشوفوهم في الكياس هزين تيتر عيطوا شنو مهبله فش دوكويل ساجي. كيف يجي ويسمعوا الناس لي جون ويشوفوا كل فيتيرون كل القديمات نتاع الجمعيه ويشوفوا البنيات الصغار يقولوا لهم صحيتوا ما تسمعوا كلام حد راهو 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 فيها افاق راهو اللي فات انك تلعب وتشوف تيران وتشوف كذا راهي ممتازه برشا ويشجعوهم. هذيك اللي قاتل نخرج منهم. واضح سعاد. باش نخرجوا سعاد الفصل غنائي ثم نرجعوا في الجزء الاخير باش نحكيوا على دور المسؤولين اللي كانوا متواجدين في الجلسه وكذلك اهم الصعوبات اللي مريتوا بها في السابق. نمشيوا الفصل غنائي ثم نرجعوا للبلاط. في اي بي سبورت انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه فهم. رجعنا لكم من جديد في الجزء الاخير من برنامج في اي بي سبور. نذكر الساده المستمعين اللي التحقوا بنا الان على 93 ولا على 3w.الحياه.فهم. قلت لعبه جديده لعبه الرجبي. نذكر اللي معانا في بلاتو عادل الحمدي مدرب جمعيه اتحاد المراه للرجبي بالقيروان، كذلك اللعبه والمدربه فاتن الدرعي واللعبه عبير الظاهري. سعاد كنا نحكيو على الجلسه الانتخابيه لاتحاد الرجبي بالقيروان، حكينا على اهم النقاط، شكون اهم الوجوه اللي حضرت في الجلسه الانتخابيه؟ شكرا يعطيك الصحه. بالنسبه للجلسه العامه الانتخابيه كما قلت لك هي كانت جلسه عامه اللي لم شمل العائله الرياضيه كل باش تتزج مع كل مسؤول كل ما عنده علاقه باش بالدعم نشاط شبابي في الجهه في جهه القيروان بصفه عامه وفي جهه الباطن بصفه خاصه. كان من بين الحضور مشكور جدا سي السيد رئيس بلديه القيروان سي عبد البوتن، جاء من اول الحضور قبل الموعد 10:30، جاء قبل الموعد بحوالي الساعه 39 دقيقه وبقى معنا حتى لاخر الجلسه وحقيقه يعني احرجت من وجوده وقلت ربما الراجل ما عطلتوش على مصالحه وكذا وكان مهتم جدا وحكينا مع بعضنا وقال لي راهي نوستالجي كبيره ويعطيكم الصحه وعجبوه البنيات وعجبوه لي زوبجيكتيف نتاعنا وعطانا دي بروميس باهين الحقيقه عمل معنا جاست مزيانه.
من مجهوده الخاص واعطانا وعود به يعني مستوى. هو ها باش نكتشفوا الجيست اللي قام به سي رضوان بودن والوعود. هاو معنا في المباشر سي رضوان بودن رئيس بلديه القروان. مرحبا بك سي رضوان. مرحبا بك سي عبد الله وبمستمعي الحياه. مرحبا بك سي رضوان. قلت معنا عادل الحامدي مدرب جمعيه اتحاد المراه للرجبي بالقيروان. كما شفنا انعقدت الجلسه الانتخابيه لاتحاد المراه للرجبي بالقيروان وكان اثنى على الحضور نتاعك انت في الجلسه وحكي على اهم النقاط والوعود اللي قدمتها للاتحاد المراه للرجبي بالقيروان. اي اولا شكرا على الاستضافه. صحيح شرفوني جمعية النسائية للرجبي في الباطن باستدعائي للحضور الجلسة الانتخابية. والحقيقة أنا تفاجأت مرتين في مفاجأتين صارتين. أولا وقت اللي في التليفون قالوا لي راه ثم جمعية رياضية وتهتم بالرجبي في الباطن. أنا قلت معناها هذه معناها خبر غير اعتيادي. ثم فوجئت من غدوة زاد بصفة إيجابية عند الحضور بكم كم الكؤوس وال معناها الفوائز اللي معناها جمعتها الجمعية. وهذا الحقيقة أثرني جدا وحضرت معهم في الجلسة الكل واكتشفت أنه معناها ثم مجموعة خيرة من أهل الباطن قاعدين يقوموا بالنشاط هذايا رغم الإمكانيات الزهيدة جدا 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 وقاعدين يحققوا في نتائج طيبة ويأطروا خاصة يأطروا في عدد كبير من الفتيات ووصلوا بهم إلى مستويات معناها متقدمة جدا ومعناها نالوا بهم عديد النتائج الإيجابية. دونك هذا أنا رجعني على معناها دعمهم. الحقيقه اني ما كنتش نسمع في التدخل اللي قبل ما شنو الوعود. انا وعدتهم بحول الله الذي ستكون معاهم في المشوار هذا ستدعمهم بالمستطاع. انا عمل كما هكا لا يستحق الا التشجيع وان شاء الله أنا البلدية بكل إمكانياتها تعاون خاصة الجمعيات هذه اللي بين ظفرين هي صغيرة في الحجم ولكن كبيرة الحقيقة في النتائج وخاصة كبيرة في العمل. احنا الحقيقة لا أنظر كثيرا إلى النتائج أنظر إلى العمل وخاصة كمية العمل وخاصة كمية التأثير لهالشباب هذايا حتى لا ينحرف. سي رضوان اهم شيء تفاعل معك المدرب عادل الحامدي. يا مرحبا بك. حقيقه فاتني خاطر بكري الحوار ما سمعتوش. سيد الرئيس على السلامه. مرحبا بك. مرحبا بك سي عادل. زهر بارك يعطيك الصحه خويا. بارك الله فيك وجيتك انا باسمي وباسم جمعيه اتحاد المراه للرجبي بالقيروان من غير مجاملات ومن غير حتى شيء. حضورك شرفنا برشا. كنت من اول الحضور جيت قبل الموعد تقريبا بساعه وبقيت حتى الاخر الجلسه. سمحنا اذا كان خذينا برشا من وقتك وشفنا التفاعل نتاعك وحكينا وقلت لي معناها كل النوستالجي الكبيره اللي شفت من قديمات اللاعبات وشفت التتويجات وكذا وعملت معنا مجهود شخصي. انا من نجم كان نشكرك. بارك الله فيك وان شاء الله من خلالكم انتم معناها وعود البلدية القيروان في من خلال شخصكم سيد الرئيس ومن خلال البرنامج هذايا ان شاء الله كل السلطات الجهوية حقيقة رانا ارهقنا 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 تشوف يعني النتائج اللي حقناها. نحن مش مزية هذاك واجب نقوم به. انا كمدرب انطلقت معايا يعني النشاط نتاع الجمعية منذ نعومة اظافرها البنات كلهم اجيال واجيال تروا من عنا غذينا الليكيب الناسيونال بعديد اللاعبات اللي شاركوا في الالعاب الاولمبية في 2014 و2018 وان شاء الله مازلنا نعطوا ما دام في ان شاء الله حيين بخير ان شاء الله. ان شاء الله السلطات الكل كلهم خاصة أهم 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 شيء سيد الرئيس هو الملعب البلدي إن شاء الله الحلم هذا يتحقق لي ويتحقق للجهة الكل معنا ملعب في الباطن. أي ملعب بلدي إن شاء الله عنا تو نكملوا الإجراءات نتاعه عنا أرض تابعة للدولة على ذمة الدولة هذه نحاولوا نستغلوها حوالي 2 هكتارات ونصف
هم يولي ملعب بلدي يعني يضم كل يعني يبدا بالرجبي مثال شو كان ثم مشروع حتى نتاع نادي رياضي لكرة القدم ولا اختصاصات اخرى ان شاء الله ان شاء الله نطوروا الباطن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هو كما قلت بكير الحقيقه كميه العمل معناها والنتائج رغم الامكانيات معناها هذا يعبر على ثم رغبه كبيره وثم قليب قاعد يخدم وثم ناس قاعده تحب الجهه نتاعها وتحب تطورها وتحب توصل معناها الى نتائج متقدمه. احنا الحقيقه ديما في حكايه معناها موضوع المنشآت الرياضيه وكل شيء اول المشكل اللي يعرضنا وهذا حتى معناها حتى في لقاءاتنا مع وزاره الشباب والرياضه هو يقول لك هو المشكل العقاري اعطيني اللطاء وبعد تو اني ان ان نشوف الحقيقه وهذا موكول الى اهل الباطن اذا كان يوفروا خاصة أني في بعض الجهات اللي هي معناها أراضيها على الشياع مشاعة وهناشر كبار ومشاعة الملكية متاحة مشاعة هذه اللي نلقاو فيها إشكالية بقدة الله السيد الرئيس. إذا كان ثم غدوة ما معناها قطعة أرض معناها كاملة الشروط معناها من الناحية القانونية ما امورها معناها مستوجبه بحول الله احنا نوعدكم انه نقوم بالاجراءات لدى وزاره الشباب والرياضه باش تدبر لنا التمويل اللازم لانشاء مهما كانت المنشاه الرياضيه كانوا ملعب او غيره او مسبح او غيره. واحنا نعرف الحقيقه حتى في مدينه القيروان عندنا زاد نفس الاشكال انه في نفس الاشكال العقاري احنا طالبين مسبح جديد اولمبي وطالبين قاعه مغطاه معناها زاد تستجيب للمواصفات الحاليه والمشكل تو اللي احنا ما نواجهوا فيه هو المشكل العقاري. ان شاء الله هذا مفيد. انا الاهم اللي خذيته من كلامكم سيد الرئيس هي كيف يبدا المسؤول متفاهم وحاسب بمشاغل الجهه وبقعة صغيرة كيف ما الباطن هكا إن شاء الله مشكل العقاري إن شاء الله بقدرة ربي مشكلته مفضوضة وإذا كان ثم أي صعوبات إن شاء الله نذلوها مع بعضنا والكل في خدمتك الصغيرات هذوكم والشباب المستقبل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يكون في العون وربي يبارك فيكم أنتم. شكرا لك سي رضوان. شكرا لك سي رضوان رئيس بلدية القيروان على التدخل نتاعو في المباشر في البرنامج في بي سبور. كما سمعنا سي رضوان ابو دن سي عادل اللي قال لك يعني رحب بالفكر اذا كان فما امور واجراءات نحن نسهلوا له كل شيء. خلينا نقولوا حاجه تفرح مبدئيا. صدقا ما نجم نقول كان حاجه تفرح. انا كيف نشوف مسؤول يحضر كيف هكاك ويعطي الوعود ويسمع وحاس ثم مسؤوليه ثم روح مسؤوليه وثم رغبه في الاستجابه معنا وقت يدخل في وسط اهم شيء في الجلسه العامه هذيك انه المسؤول يدخل في وسطك العيون الحالمه نتاع اللاعبات الناس شنو تحب كما كنا نسمعوا تو هذه يعني عينه من لاعبه حلمه الحمد لله جات في ظروف معينه تحقق جزء كبير منها. كيف يدخل مسؤول في وسط العينين الحال والناس كل تخزر له هكا ما تعرفش اللي هو سي رضوان ولا سي عادل ولا سي كذا ولا سي فلان تنتفي الاسياء يعني الاوسمة هو يشوف في انت كبير شو عملت لي. هذا السؤال اللي توجهنا لكل من صغيراتنا انت الكبير اوني دي ريسبونسابل بكل اعلامي ورياضي ومدرب مسؤول كذا اي ناس كنا مسؤولين على الجيل نتاع غدوه كان كلنا نحمد المشعل يعني الفكره هذه. هو حتى الحضور كان ممتاز من خلال الصور الجلسه الانتخابيه يعني الحضور والتتويجات الكبيره يعني كما قاعدين شاهدوا في الصور يعني ما شاء الله سعادة هذوما اللي تم يعني تكريمهم او التتويج لانه يعني اللاعبات او سي رضوان بودن يعني اللي كان حاضر في الجلسه الانتخابيه اتحاد المراه اللاعبات كانوا متواجدين يعني شكون اللي تم تكريمهم في الجلسه؟ انا حاولت ان نكرم اللاعبات القديمات وبعض المسؤولين مش بعض المسؤولين يعني الناس اللي المدعوين من المسؤولين واللي خدموا الجمعيه اللي دعموا الجمعيه من بعيد او قريب وان شاء الله من خلال المنبر نتاعكم هذايا ان شاء الله نكون ما نسيت حتى حد واذا كان نسيت شكون سواء في الدعوه ولا في التتويج
نتمنى ان يسامحني خاطر انا راني تصرفت سبونتاني مو اسبانها بكل عفويه ويعني حاولت نتوج لكل من يستحق التتويج. واضح. ان شاء الله اذا كان يكون انسان يعرف روحه يستحق التتويج وانا ما توجتوش ان شاء الله معناها هي شنو هي شهاده تقدير رمزيه وكا وانا نقدر الناس كل وشهاده كل شيء الدنيا كل ما تكفيهمش الناس اللي حاضروا يعطيهم الصحه بالحق. سي مهدي الشرميتي ما نجم كلمتني عليه سي مهدي الشرميتي رئيس مصلحه تطوير الرياضه بالقيروان. سي محمد زملائي واخواتي معناها سي محمد الكيلاني رئيس مصلحه التربيه البدنيه بالقيروان كانوا من الحضور وكانوا شرفني برشا وجودهم وبرشا من رجالات الباطن سي عبد المجيد المجري سي حاتم المجري الرئيس وبعض الاخوين الاخرين. واضح. فاتن نحبوا نعرفوا قوانين لعبة الرجبي. اللعبة هي مختلفة على الاخر مش كيف اللعب الكل مش كيف الباسكيت ولا هوند ولا فوت تتلعب باليدين بالساقين الرجل متاعها مش مختلفين على الاخر وما همش زادة صعابة على الاخر انه حتى حد ما نجم يلعبهم فيها الكورة يعني كي تعطي الباس متاعك تعطيها كان اللي وراك تجوش تعطي للي فيتك شوية ولا قدامك ولا بعيد عليك شوية لا كان اللي وراك اكهو وفيها هذيك تسمى اذا تعطيت اللي قبلك تسمى هذيك فوت اون افون يعني ما تنجمش ممنوع يعني عندك الحق تلعب برجليك لا هي اللعبه بتاع عنف لا حتى شيء فيها اللي رجل نتاعها تتبعهم معناها ما يصير لك لا تصير لك لا يعني مشكله اصابه كبيره ولا حكايه لا حتى شيء يعني فما قوانين تتبعهم ولاباس معناها اللعبه باهية على الاخر انا نشجع عليها العباد الكل اللي يشوف رياضة الرجبي يقول لك يعني ما يمارسوه كان البنية الجسدية متاعهم قوية وبالعكس نشوفه حتى اللي قاعدين في الليكيب ناسيونال يعني البنية الجسدية مش بالضرورة تكون أي. هل تشاطرني الرأي ولا؟ أي أكيد أكيد نشاطرك الرأي على الأخرى خاطر مش بالضرورة تكون أنت كسو بدن باش نجم تلعب رجبي أسيد أوكي رجبي 15 نجم تلعب فيه خاطرك بدن وعندك قوة كبيرة معناها وحتى اللي ضعيف نقولوا احنا ولا حاجة ينجم يلعب والكل ما تستحقش برشا بدن تستحق برشا مخ وبرشا ذكاء وميم طون البدن معاها ما مش بنسبة كبيرة معادية معناها سورتو في الرجبي سيت وشنو هي الميزة نتاعها في رياضة الرجبي؟ أكيد فما ميزة معينة خلات الإنسان معناها يتغرم باللعبة هذيك تو كيف أنتم تغرمتوا بها برشا؟ إي والله الأغراض صحيت الجو نتاع الجروب والأنفي وكل شيء معناها أكثر حاجة أنه هو جو الجروب وتعرف عباد جدد وتعمل برشا أصحاب في الرجبي كهو معناها هذيك اكثر حاجه تشجعك قبل الربح قبل كل شيء اللي هي جروب وفاميليا بليتو اكثر منها انها معناها جروب الكل سعد اهدافكم شنو اهداف الجمعيه اكيد نسيتش نجاوب على السؤال نتاع البنات على شنو الميزه في رياضه الرجبي اللي تخليك معناها تكمل تواصل فيها لو كان يخيروه انا متاكد اي لعبه نتاع رجبي اي لعبه ولا لعب يخيروه باش يدخل رياضه جماعيه اخرى باحترامنا للرياضات الجماعيه الاخرى الكل محلاهم الكل ما يمشيش لا الهوند ولا الباسكيت ولا الفوت ولا حتى شيء، علاش؟ ثم حاجة معينة في الرجبي، ثم غرام يتخلق في جوار الرجبي، شنو؟ خاطر من اللي هو صغير، نحن ديما عندنا نوستالجي للصغر نتاعنا، لونفونس، للصغر، أنا حسب تقديري هذا الشخصي، ما قريته في كتاب ولا حتى شيء. اللي يعني رياضة الرجبي تستجيب البعض يعني النزعة الطبيعية نتاع الطفل. يحب يفك ويهدز ويجبد ويطيح وكذا. ثم قوانين باش ما تصيرش لي بليسيور باش ما يتضرش الانسان يلعبوك صغيرات هذوكم على عكس الرياضات الجماعيه الاخرى ما فيهاش كونتاكت حتى كان كونتاكت في دينور معينين الرجبي فيها تحمل تدز تطيح تجبد كذا تستجيب للي حط انت صغير في جردان بيبليك وكذا تو يبدا يدز حتى في درجاعه ولا مش عارف شنو يلقى عنده وليد حتى ما يعرفوش وكذا يبدا يدز ويجبد وكذا يعني فيها قريبه شويه للطبيعه البشريه نتاع الطفوله معناها ذاك اللي تخلي اللي يحبوها برشا اللي يدخل اللي يولي لاعب رجبي ما عادش نجم يخرج. واهداف الجمعيه؟ اهداف الجمعيه كما اهداف الجمعيات كل ما ناش استثناء الهدف الاساسي والاسمى حسب اعتقادي هو حسن تاطير البنيات هذوكم البنيات اللي معنا في المجموعه وكيف نقول حسن تاطيرهم في الحصص التدريبيه ويوليو عندهم دي زوبجيكتيف باش يشاركوا باش يهزوا تتويج باش يتوجوا باش يمشوا الفريق الوطني ديجا انت دخلت في مخ الصغير في مخ اللعبه لداخل حاجه لداخل تبني فيها اللي صعيبه على برشا ناس
دخلت تبني في حاجه الداخل اللي هي مش تبدل له الموتيفاسيون من حوايج الخايبين مش تحطه في حوايج هادفين واللي عنده هدف. انا ماذا بيا نكون بالاهداف نتاعنا ناثر اكثر ما يمكن عدد من بنات الجهه على الاقل في المستوى اللي انا فيه في البقعه اللي انا فيها ناثر اكثر ما يمكن عدد من البنيات ونعمل يعني البنات الكومبيتيتيف البنات اللي ينجموا يعني ينجموا يمشوا في ينجموا يمشوا بعيد في الرياضه هذه يعني يستجيبوا للتدريبات يستجيبوا فيها من حد الادنى من لي كونديسيون فيزيك يعني من لي كونديسيون فيزيك فوالا هما اللي بيكونوا مش يمثلوا الجهه مش يمثلوا الجمعيه بيان سور يشربوا على التريكو يعني الى جانب الاهداف الرياضيه اللي ما تخفاش على حتى حد الناس كل تعرفها ثم جوانب اجتماعيه رعايه اجتماعيه لبنيات مثلا اللي هي تلعب معنا وعندها مشاكل مثلا في 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 في, في مثلا الامور الماديه رغم ان حتى الجمعيه لم هلا وقتكم شفتوا تعرفوا كل شيء سمعتوا السيد رئيس بلديه يعني من حالنا هكا ونأطرها اجتماعيا من خلاش تبطل قرايتها نتابعها في معادلاتها نتابعها في كذا نحلوا لها مشاكلها حتى ربما انا واحد من الناس دخلت حتى مع الوالدين بين البنيه وبوها ثم حويجات عالقين انا نفهم البنيه بالبي البو يمكن عنده برشا شارج ومسكين ويجري على الدنيا وكذا ولم مشي تمشي صباح تخدم في معمل ما عندهمش ما ثماش يعني ما ثماش لونتونت صحيحه سمعان وتفهم خاطر انا وقت يجيني جوار ما نعرفش بنت شكون وما نعرفش لا امها شكون ولا بوها شكون نسمعها فقط كسوجي نسمع السوجي اللي عندي نحب لي زوبجيكتيف انه نذلل له كل مصاعب في حياته الكل ثم حوايج نخليه يحلها وحده ويكون في متناول أو أكيد فما مراقبة متابعة ممكن من أهدافكم زادة السعادة لأنه فما يعني أخصائيين نفسانيين أخصائي علاج طبيعي متابعة صحية حتى اللاعبات حتى خلينا نقوله بلغتنا نحن حتى في رياضة كرة القدم أسيرانس الأسيرانس هذه بالحق أنت توا لمست الوتر الحساس جدا في اللي حكينا عليه في الجلسة العامة التقييمية بتاع الجامعة التونسية للرجبي ال 25 نهار 25 ديسمبر مشيت انا كنت حاضر انا السيد الرئيس الجديد وتقريبا معناها برشا جمعيات كان ما نقولش كل الجمعيات تعاني من المساله هذه تعاني من المساله هذه حقيقه انا ضريت من الحكايه هذه انا اون بيرسون كمدرب وخاطر تمثل جمعيتي كيف نقول شنو تمثل جمعيتي اذا كان ثم مجال نتاع وقت نحكي فيه الموضوع هذا وكذا هو تحب له لا 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 نلتزم شوي بالوقت عندي لعبه في 2017 كان الحلم نتاعها انها تلعب في نهائيات كاس افريقيا في 2017 جديد اللي هي سهيله المكني بنتنا وجوارتنا واخت البنات معناها سهيله يعني يقول الساكريفيس ويقول التحدي ويقول كل شيء مشيت في عندها قليب وكذا وكذا وخدامه ما شاء الله عليها مشيت ليكيب ناسيونال عملت لي ستاج نتاعها وكذا ضربت في ليكيب ناسيونال في ظروف معينه ضربت في الميونيسك الناس اللي يفهموا انا في ركبتها براتيكمون تلوحت البنيه معناها جات روحت على روحها وكاو اخذينا نحن نشارج بجمعيه صغيره وكذا وعملنا اي رام تابعنا شويه بقات البنيه نورمالمون لازم اوبيراسيون ما تعملش الاوبيراسيون فاتت شو اسمه المهم بيان سور الكومبيتيسيون تاع كوب دافريك ماهيش تبقى تستنى عندها وقت معين مشات ضربت البنيه وبقات كيك برجلها وشنو وتخيل انت جوار كان في اي اختصاص كان عنده رغبه كبيره باش يوصل لنتائج معينه ما وصلش مش تولي مش تنعكس سلبا على قرايتها ولا كذا شنو هو وفينا المهم مشات السهيده وما كورتش نهائيات كاس افريقيا وما توجهتش سبور خذات الباك نتاعها ومشات عملت شعبه اخرى وتحيه لها من المنبر هذا سهيله عندي بنيه اخرى في من لاعبات الالعاب الاولمبيه 2018 صح زميله عبير الظاهري اللي هي جيان فطناسي كيف ضربت لي في ستاج من ستاجات نتاع ليكيب ناسيونال ليغا مون كروازي ضربت في فان اوت 2019 تعمل العمليه نتاعها في فان اوت 2020 يعني هذه حوايج ا ديسكوتي و ريتيدي في اللي حكينا عليها برشا في الجلسه العامه التقييميه الزملاء كل الخيان كل حكينا المساله هذه وان شاء الله ثم وعود على المستوى الوطني هذا باش يكونوا ان شاء الله يحترموا السيكوريتي نتاع البنيات وان شاء الله الجمعيات تزيد توصل تعمل لي زيسيرونس ان شاء الله لي زيسيرونس يسمعوا الكلام يعاونونا شوي في المساله هذه فاتن في ختام الحصه علاش كنت حاب تسلم نحب نسلم عليكم انتم اول حاجه الحاجه الثانيه نشكر سي عاد الحامدي برشا خاطر هو وقف معنا برشا في برشا حاجات فاللي كان انا انترونورا والا اللعبه عنده هو وسي الحبيب الهمامي وصحابي الكل وامي وبابا واخواتي وانت عبير
ساعة من ساعة على الاستضافة وبركة الله فيكم. أول حاجة نشكر سعاد اللي وصلنا معناه لهنا وسي الحبيب ونشكر زيدا الانترونات اللي في جامعتي الأخرى في القصيبة سي عمر الحامدي وأحمد شيخاوي المسؤول متاعنا ونسلم على أصحابي الكل ونسلم على دار نوكاو. وانت سي عادل نسلم عليكم السعادة كل يعطيكم الصحة على الاستضافة وان شاء الله تتكرر ان شاء الله تتكرر لينا وللجمعيات كل عندنا راهو جمعيه عم جمعيه القاده زاد عندنا جمعيه نسائيه نتاع القاده ان شاء الله تون وفي علاقه ممتازه احنا مع بعضنا فهمتني نتواصلوا كل نسلم على بناتي كل حقيقه خير ما يغير وخاطر كلهم نحبهم كلهم تاج على راسي معناها والله دليل فات ان لعبتي لاعبه عندي اللي تخرجت وهي معايا لتوا هي جو لاعبه بنت 12 عام حتى لو هي مدربه ما فارقتنيش جمله نتختلفوا نتعاركوا كذا لكن ديما تبقى بنت جمعيه عبير كيف كيف رغم شتى في جمعيه اخرى بيناتنا قدر وبيناتنا تاريخ كبير بيناتنا تتويجات بيناتنا عناق كبير ونحن خاسرين نحن رابحين سي حاجه اخرى بالحق معناها بالنسبه للرياضه حاجه كبيره برشا ويعطيكم الصحه. شكرا لك سي عادل. هكا وصلنا لنهايه حلقتنا من في بي سبور. شكر خاص لنوفل الشرطاني في الاخراج التقني سيف بولعريس في الاخراج الرقمي عبد الله حطاب كوتي ميكرو. ملتقانا الاسبوع القادم في برنامج جديد من في بي سبور. متابعه طيبه لبقيه برامج الحياه افهم. في بي سبور انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه الثانيه.